احنا بنعاني من شغلات كثيره بلدنا. اول شيء بسبب الحصار اللي بيجي على بلدنا من اليهود، من المستوطنين، شايفه، من الشوارع اللي هي الاساس، يعني احنا عندنا من ما تبلشي من هون تا تطلعي شارع فرعون، طريق الواد بتكملي، شارع العزبي تعديات لا تحصى ولا تعد، يعني شيء يعني بيشبه بتخيله، بنعيش باحلام يعني. الكراجات، السيارات على الشارع، فيش ارتدادات، واحد بوقف الشارع بتوقفي، الدنيا حم نار، تستني واحد حضر جنابه اللي هم عرب اسرائيل بالذات 48 اخواننا، كل احترام لهم، بس ما بيعرفوا معنى النظام هون في داخل اسرائيل. واحد منهم بيبقى ماشي مثل ما بقولوها على التلم، عندنا هون بيجوا بيعملوا الفوضى. كراج التصليح السيارات اللي هو اول واحد، هذا كراج رينو، هذا كله على اليمين وعلى الشمال، في الشيء بكف نص الشارع موقف سياره يهودي او عربي، واحنا بنوقف وراه تا حضر جنابه يفقد له السياره ويفتح الطريق واطلع في ركابي، فاهم علي؟ بيجي عندنا المخصوم اللي هو الاولاني، هذا ايام بسكر، ايام بصيب وقفه بتشو، معاناه شيء مش طبيعي. يعني انا يوم الخميس انا وصلت داري 8:15، طلعت من هون على 6:30، وصلت داري 8:15 اللي هي كلها قديش مسافه 3-8 كيلو من هون لشوفي. ثاني شغله، الاولاد صغار على سكوترات وبسكليتات الكهرباء هذول، او اذا طب في الشوفير طبعا الحق على الشوفير، ما فيش مجال يعني، لانه شارع شبه مسكر. بتشوفي انت بالعزبه بالذات اللي هي يعني المدخل شبه مسكر، بيطلع لك من هون عن هذا عن الجانب منها، بتدريش وين تروحي، بتطب فيه انت المداني، يعني فيش مجال في هذا النقاش. وفي لا حسيب ولا ركيب، بتيجي الشرطه طبعا، يعني انا بشكرهم يعني هذول الجماعه في المجلس والاخ حسام عيسى درجه اولى، انا بشكره وبشكر رئيس المجلس والمجلس انهم نزلوا لتعيين الكراجات اكثر من مره، وتيجي الشرطه بس لحياه من تنادي في المجلس المحلي والحكم المحلي انه يتعاون مع اهالي والمواطنين بشكل سلس بحيث يسهل له اي عمليه بتكون باجراء مثلا تراخيص مناشئ من مصالح مبنيه على تراخيصها بتسهيل المواطنين. اثنين، عدم تعدي الاهالي بشكل يعني زي ما بقولوها قريب جدا بحيث انه يخلوا الشارع له حق الاولويه. كثافة الشارع طبعا هي اللي بتوعز انه في تعديات من نشاطه ايام العادية، وبالتالي بتكون يعني العملية متبادلة يعني بين الاهالي بشكل سلس زائد المواطن الحكم المحلي مع المجلس البلدي بتسهيل العمليات او التراخيص والامور اللي مطلوبة من انه المواطن ياخذها بعين الاعتبار. أنا دوري مثلا على مستوى يعني بدنا نطول عليه شوي، منفعة الكهرباء عجزيني على اشتراكات الكهرباء بشكل، لأنه في عندي مصلحة قوية مثلا 11 مخزن بدهم عجزوني، بدهم طلبوا مني مبالغ عالية بالمساهمة زائد اشتراكات يعني ما يقارب حوالي 250,000 على مستوى العمارة غير الشقق طبعا. المي بدهم أعطيني تعديات أو معنى تعهد على إني أنشئ مغذي للعمارة، تعهد كتاب خطي للحكم المحلي للأشغال بس مشان أغذي العمارة كمي، فبالتالي أمور في مرات بتعوق من قبل الجهات المسؤولة. سلة التعديات على شارع عزبة شوفة كونه هو الشارع بشكل مدخل أساسي لعرب 48، خلينا نحكي سكان طول كرم من جنوب طول كرم، التعديات عندنا على الشارع، وكون أنه الشارع كمان مساحته ضيقة في تعديات كتير على الشارع، ما في رصيف، بتشكل خطر على حياة المواطنين. إحنا كمواطنين ما بنضمن نمشي على الشارع كمشي، سيارات مسرعة، كمان يعني غير السيارات المسرعة شاحنات، كلها هاد خرب الشارع، والواحد ما بضمن حاله يمشي مشي على الشارع. الشارع شوفي في حركة قوية جدا وفي أزمة على الشارع، والتعديات كثيرة، أهم شيء في التعديات السيارات أصحابين الكراجات اللي سياراتهم على الجنبين، هذا أهم شيء. البسطات في بسطات بس بشكل ثانوي، يعني سهل جدا التعامل مع البسطات، قولي له زيح هذول بزيحن، بل التعديات بالنسبه للسيارات وخاصه الازمه بتكون عندنا الخميس والسبت بتكون ازمه كبيره جدا، الناس بيكونوا محشورين، في حوادث كثيره، فاهم شيء انه قدر ما بتقدروا تشدوا على تعيين السيارات
أصحابين الكراجات بيأثروا كثير على الشارع. موقع في عزبة شوفي كراج تصليح سيارات، أول عزبة شوفي من الجهة الفوكة. هذا الزلمة لا مبالي، لا عنده أي مسؤولية، إذا بتزمر زمر وتكون يفتح لي الطريق بدي يعمل لك مشكلة. هذا اللي بنعاني منه هو درجة أولى بالنسبة لنا إحنا. وعندنا كثير تعديات على الشارع طبعا لتحت ولفوق وجميع الجهات. احنا بدنا نحكي عن موضوع التعديات على شارع شوفي الرئيسي. صحيح نعاني من مشكلة من بداية ما استلمنا احنا المجلس، كانت هناك تعديات متكررة لبعض الناس وتعديات ايضا قديمة. هاي التعديات منها ما هو سيارات مشطوبة على جنب الطرق، منها كراجات ايضا تضع سيارات يومية وبتنقلها، هاي بتعمل إعاقة أيضا على الطريق وعلى المارة. كذلك الوضع هناك تعديات بسطات الخضرة، البسطة قريبة من الشارع، علما إن طبعا أنظرناهم وجهنا لهم كتب رسمية سواء إلهم وأيضا للكراجات، وزرناهم أكثر من مرة، رفعنا فيهم بعد الإنذارات والشغلات هاي إلى الشرطة وأيضا للحكم المحلي وللمحافظ عدة كتب، ولا حياة لمن تنادي. صحيح الشرطة ما كسرتش، أجت مرتين ثلاثة يعني وقفت على الموضوع وأخلت الشارع، ولكن بعد ما يخلوه بيومين ترد السيارات يرجعوها ولا كأنه شيء صار. بالنسبة لبسطات الخضرة، بسطات الخضرة قريبة جدا من الشارع، هذا بتكون خطر على أصحاب البسطات نفسهم، وبتكون خطر أيضا على المارة، وبتكون خطر أيضا على السيارات اللي بدها طبعا تمر على الشارع. كثير بنطوا بزوركوا قدام السيارات المشاة، أيضا السيارة بيطفيها الواحد وبنزل يشتري وكأنه ما فيش إلا هو في الشارع، بسكر اتجاه كامل وما بيسألش.